أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين كنا قد وعدنا في ختام المحاضرة السابقة أن نذكر قصة ما أقدم عليه نادر شاه، ذلك الرجل الذي استولى على الحكم في إيران وأعلن نفسه ملكا وبدأ حقبة حكم الأسرة الأفشارية، الأسرة الأفشارية التركمانية. وحكم هذه الأسرة للعلم لم يدم طويلا، لأنه فيما بعد قضى عليها القاجار. حال هذا الملك نادر شاه كان كحال ملك إيران الحالي، وحال نظامه كان كحال نظام إيران الحالي. جنوح رهيب نحو التوسع مع عقدة تصاغر ذاتي أمام المخالف، هذا هو الحال عند النظامين، عند الملكين. جنوح رهيب نحو التوسع والتمدد مع عقدة تصاغر داخلية ذاتية أمام المخالف. كان نادر شاه كسائر الشاهات الدمويين، استطاع أن يصل إلى السلطة بانقلاب عسكري ومد حكمه إلى أجزاء واسعة حتى خارج إيران، استولى على أفغانستان ووصل حتى إلى الهند، بسط سيطرته على دلهي وبسط سيطرته أيضا على أجزاء واسعة من روسيا، أجزاء من العراق، مع أن العراق آنذاك كان خاضعا للإمبراطورية العثمانية، لكنه أيضا بسط سلطته على أجزاء كبيرة منه، واستولى على البحرين واستولى على عمان، وهكذا امتد سلطانه إلى حدود كانت خيالية آنذاك. إلا أنه مع كل ما كان يتمتع به من قوة وبأس في الجانب العسكري، كان هذا الملك يعيش عقدة الصغار أمام المخالفين تماما كحال نظام إيران الحالي الآن، يعيشون عقدة الصغار أمام المخالفين. قادة هذا النظام تراهم أشداء في تحقيق أطماعهم التوسعية بحسب معادلات واقعنا المعاصر، أعني أن التوسع لا يشترط أن يكون بالضرورة على الطريقة القديمة بالغزو ودم وضم الأراضي، وإنما يتحقق التوسع أيضا بتحقيق الهيمنة الإقليمية. اليوم إيران لها اليد الطولى
اليد الطولى في العراق مثلا تهيمن على جانب كبير من القرار في العراق، وكذلك لإيران اليد الطولى في سوريا، في لبنان، في البحرين، في الخليج، في اليمن بشكل عام زيادة أو نقصانا، المهم أن لها هيمنة، لها حضورا فرضته القوة العسكرية والسياسية والمتزايدة والمتصاعدة والآخذة بالتصاعد لهذا النظام. هذا أمر طبيعي. إيران اليوم قوة إقليمية ليس هناك أقوى منها في المنطقة. الجيش الإيراني يستطيع أن يغلب لوحده جميع جيوش المنطقة بقدراته، هذا أمر معلوم. ولهذا السبب يحضر الجيش الأمريكي في المنطقة لتحقيق هذا التوازن في ميزان القوى. فإذن جنوح رهيب نحو التوسع وإصرار على التسلح والمواجهة، لكنك تجد مع كل هذه الشدة في مواجهة نظام إيران للقوة العالمية الأمريكية واستعداده لخوض الحروب معها والتصفيات الدموية على ساحات القتال المشتركة كما في العراق كما في لبنان مثلا، مع كل هذا يظهر هذا النظام انهزامية غريبة أمام المخالفين. عجيب الأمر، انهزامية عجيبة وغريبة يظهرها أمام المخالفين. لماذا؟ إما لأنه يعيش عقدة الصغار ذاتها التي كان يعيشها نادر شاه، أو لأنه يتخذ من إبدائه هذا التودد لهم للمخالفين، يتخذ من ذلك جسرا نحو تحقيق أطماعه التوسعية كما هو تحليل بعض الباحثين لهذا الأمر. بعض الباحثين في التاريخ أرجع ما كان من نادر شاه من تودده للمخالفين وانبطاحه لهم، أرجعه ضمن تحليلاته لدواعي ما كان يفعله من تقرب للمخالفين، أرجعه إلى أنه كان يريد من وراء ذلك أن يمد جسرا يحقق أطماعه التوسعي. أيا يكن، الصفات المشتركة بين نظام نادر شاه ونظام خامنئي شاه هي صفات عديدة. كلا النظامين بنى قوة عسكرية عظيمة ومد نفوذه إلى خارج الحدود التاريخية لبلاد فارس، هذه صفة مشتركة. من الصفات المشتركة بين النظامين أيضا أن كلاهما دموي، يبطش بالناس، ينهب خيراتهم، يقمع ثوراتهم الداخلية بكل وحشية، هذه صفة ثانية. من الصفات المشتركة أيضا بين نظام نادر شاه وخامنئي شاه أن كلا النظامين يتودد إلى زعماء الفرقة البكرية ويعقد المؤتمرات التقريبية أو بالأحرى التهجينية، حيث يراد تأسيس مذهب جهجين جديد. هذا المذهب يأخذ ضغثا من التشيع وضغثا مما يسمى بالتسنن ليتوحد الناس على مذهب مهجن. من الصفات المشتركة بين النظامين أن كلا النظامين ينعم بالعطايا والهبات والمكرمات
على مشايخ الفرقة البكرية، بينما يسفك دم علماء الشيعة غير المتعاونين معه، ويزج بهم في السجون، وينفيهم أو يفرض عليهم الإقامة الجبرية. حاول نادر شاه أن يذيب الفوارق بين الشيعة والبكرية، فتصدى له بعض علمائنا الأبرار في إيران فقتلهم، ثم فرض بالقهر والقوة عقد مؤتمر كبير للوحدة الإسلامية كما يزعمون. هذا المؤتمر أين عقده؟ في النجف الأشرف. جمع فيه بعض علمائهم مع بعض الخانعين من المحسوبين علينا، وانتهى المؤتمر إلى اتفاق على تقديم تنازلات متبادلة على طريقة الأرض مقابل السلام. ماكو هذه الطريقة؟ الأرض مقابل السلام، هذه الطريقة التي لا أرضا أرجعت ولا سلاما حققت. بطبيعة الحال أكثر ما يركز عليه البكريون في أمثال مؤتمرات التطبيع هذه، أكثر ما يركزون عليه هو حمل الشيعة على الاعتراف بشرعية أبي بكر وعمر وعائشة وأضرابه. هذه هي النقطة التي تقض مضاجعهم، كما أن النقطة التي تقض مضاجع الصهاينة هي مسألة الاعتراف بكيانهم في فلسطين. البكريون أيضا يريدون من الشيعة أن يعترفوا وأن يتنازلوا عن إظهار موقفهم العدائي تجاه أبي بكر وعمر وعائشة، أن يعترفوا بشرعيتهم ويتنازلوا عن موقفهم العدائي تجاههم. هذا أهم ما يركز عليه البكريون، وإلا فباقي التفاصيل الفرعية ليست مهمة إلى هذا الحد، يمكن التغاضي عنها أو التفاوض عليها. المهم عندهم وقبل كل شيء هو التخلي عن المقاومة، كما يقول الصهاينة. يقول البكريون للشيعة: تخلوا عن مقاومة احترام أبي بكر وعمر وعائشة، تخلوا عن ذلك، كفوا عن مقاومة هذا الاحترام الذي ننشره نحن. نحن لا نقبل، نريد أن نقاوم هذا الاحترام الزائف وننسفه، لأنه لا يحق أن يحترم من لا يستحق الاحترام شرعا، بل الذي يستحق أن يبرأ منه شرعا. دعونا نقرأ ما كتبه المؤرخ العراقي الشهير الدكتور علي الوردي عما حصل في ذلك المؤتمر المشؤوم الذي عقده نادر شاه في النجف الأشرف، ونقرأ عن الاتفاق الذي انتهى إليه هذا المؤتمر المشؤوم وعن تداعيات كل ذلك. يقول الدكتور علي الوردي في كتابه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، يقول: في عام 1156 للهجرة الموافق لعام 1743 للميلاد، عقد نادر شاه مؤتمره المشهور في النجف بغية التوحيد بين الشيعة وأهل السنة،
وكان قد أحضر إليه عددا كبيرا من علماء الفريقين من إيران وأفغانستان وتركستان، كما حضره من بغداد الشيخ عبد الله السويدي الذي كان كبير علماء السنة في العراق، وحضره من كربلاء السيد نصر الله الحائري الذي كان كبير علماء الشيعة فيه، أي في العراق أو في المؤتمر. وبعد مناقشات طويلة بين الفريقين تم الاتفاق بينهما على شروط كان أهمها اثنان شرطان. أولهما أن يترك الشيعة سب الصحابة، والثاني أن يعترف السنيون بالتشيع مذهبا خامسا يسمى بالمذهب الجعفري نسبة إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وكان من جملة الشروط أيضا أن يسمح للشيعة بالصلاة والخطبة في الركن الشامي من الكعبة عند موسم الحج، وذلك بعد فراغ الإمام المختص به من صلاته. وبعد انتهاء المؤتمر أرسل نادر شاه السيد نصر الله الحائري، أرسله إلى مكة لكي يقوم بالصلاة في الركن الشامي حسب قرار المؤتمر، وأرسل معه نسخة من محضر المؤتمر، كما أرسل كتبا إلى شريف مكة مسعود بن سعيد وإلى قاضيها ومفتيها يخبرهم أنه مرسل إليهم إمام المذهب الجعفري لتنفيذ قرارات المؤتمر. وحين وصل الحائري إلى مكة استقبله الشريف مسعود باللطف والترحاب، وسمح له بالصلاة والخطبة في الركن الشامي، ولكن العامة لم يهن عليهم ذلك فهاجوا وماجوا، علما بأن قصة تلويث الكعبة الثانية لم يكن قد مر عليها سوى 13 عاما، وتدل بعض القرائن على أن الشيخ عبد الله السويدي الذي جاء إلى الحج في تلك السنة كانت له يد في إثارة العامة، كانوا قد افتروا على بعض الشيعة أنه يتعمد أن يلوث بالنجاسة باحة المسجد الحرام، فقتلوا ذلك الرجل المسكين. وكم مرة هذا صار، افتروا على الشيعة أنه هذا يقع منهم، وإلى زمان الآن يفترون في هاي فضائياتهم الخايسة، لا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال، يقول تدل بعض القرائن على أن الشيخ عبد الله السويدي وهو نفسه ذلك الذي كان يحاور نصر الله الحائري في مؤتمر النجف، هو نفسه الذي كانت له يد في إثارة العامة، أي أن القضية كانت قضية غدر وخيانة. أرسل الوزير التركي في جدة إلى الشريف مسعود يطلب منه تسليم الحائري إليه ليقتله، فامتنع الشريف عن تسليمه وقال إني سأحافظ عليه إلى أن أكتب إلى دار الخلافة في إسلامبول أي إسطنبول وأتلقى جوابها فيما تأمر. فلم يرضى الوزير التركي عن هذا الجواب، واتهم الشريف بالميل إلى المذهب الجعفري. أسرع الشريف فكتب إلى السلطان في إسطنبول يخبره بالأمر ويطلب منه الرأي، فوصله الجواب من السلطان خلال مدة قصيرة
يأمره بإلقاء القبض على الحائر وتسليمه إلى أمير الحج الشامي أسعد باشا العظم. ففعل الشريف ما أمره السلطان به، وحمل الحائري مخفورا مع أسعد باشا إلى الشام، وسجن هناك في قلعة دمشق. وبعد مدة يسيرة طلب الحائري إلى إسطنبول فحمل مخفورا إليها، ويروى أنه مات مسموما، غير أن جنازته شيعت تشيعا رسميا ودفن في قبر لائق به، وما زال قبره قائما. يبدو أن الشريف مسعود، والكلام ما زال للمؤرخ علي الوردي، يقول: يبدو أن الشريف مسعود شعر بحراجة مركزة عقب هذه الحادثة، وربما بلغه ما أشيع عنه من الميل إلى المذهب الجعفري، فأمر بلعن الرافضة على المنابر درءا للتهمة عنه. أرأيتم أيها الإخوة ما حصل؟ ماذا استفاد هؤلاء المحسوبون علينا من هذا المؤتمر المشؤوم؟ ماذا استفادوا من هذه التنازلات التي قدموها غير الذل؟ قدموا لهم تنازلا عما سموه سب الصحابة، والمراد بذلك معروف، أن يكف الشيعة عن إظهار تجريمهم لأبي بكر وعمر وعائشة وأضرابهم لما فعلوه في حق رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام، ولما أحدثوه في الإسلام. أن يكف الشيعة عن النيل من أعداء الله وأعداء أهل البيت عليهم السلام، حتى تترسخ جلالتهم المكذوبة في النفوس وتتعاظم مع مرور الزمن، فلا يستطيع أحد جرحهم بشيء أو انتقادهم بشيء. هذا هو هدف المخالفين، هذا هو هدف المخالفين، يريدون إسكات أهل الحق عن أئمة الباطل. ماذا استفاد هذا الرجل؟ نصر الله، نصر الله الحائري الذي قدم نفسه كعالم شيعي، ماذا استفاد من هذه التنازلات التي قدمها لأهل الخلاف؟ لم يستفد شيئا غير غدرهم وخيانتهم، حيث ألقوا القبض عليه ثم قتلوه، مع أنه قد اتفق معهم في مؤتمر وأعطاهم ما يريدون: تريدون منا أن نكف عن تجريم أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، ها قد قدمنا، في مقابل أنه تعترفون بنا وأن تعطون الحق في الإمامة والخطبة في المسجد الحرام. الكلام هنا ليس عن كون الرجل خدم أهل البيت عليهم السلام بشعره مثلا، ليس الكلام هنا عن كون نصر الله الحائري ماذا فعل من مديح لأهل البيت عليهم السلام، ليس الكلام في شخصه أصلا، إنما الكلام هو في موقفه الاستسلامي، في موقفه الانهزامي. هذا لقد قبل التنازل في ذلك المؤتمر المشؤوم ودفع ثمن ذلك غاليا، دفع حياته ثمنا لذلك التنازل. كان يحلم أن يعطيه البكريون الفرصة لأن يؤم الناس في المسجد الحرام ويخطب فيهم، فإذا بهم يهيجون ثم يقتادونه مخفورا ثم يقتلونه، وبتحريض ممن؟
من نفس ذلك الشيخ البكري الذي كان يحاوره في النجف لتحقيق الوحدة الإسلامية المزعومة. هو نفسه الذي طعنه في ظهره فحرض عليه حتى قتل، ثم لم يكتفي بذلك بل ألف كراسا في الطعن في الشيعة، وزعم في كراسه أن الذين حاوروه في النجف من الشيعة لم تكن لهم حجة، والكراس موجود. إذن ما النتيجة من المؤتمر المشؤوم هذا؟ النتيجة أن المخالفين انتزعوا من الشيعة الاستسلاميين في ذلك المؤتمر المشؤوم صيدا ثمينا، حين جعلوهم يقرون على أنفسهم بالكف عن النيل ممن يسمونهم صحابة. ولم يحصل الشيعة مقابل هذا إلا النكث بالوعود والغدر والخيانة والأمر بلعن الرافضة على منابر مكة. هذا الذي جنوه من وراء ذلك المؤتمر المشؤوم. أما الخبيث نادر شاه فماذا استفاد هو الآخر؟ أيضا لم يستفد شيئا، بل كان هذا المؤتمر شؤما عليه. لم يمضي زمان طويل حتى غدر به أحد حراسه ممن تحالف مع بعض الثوار عليه داخل إيران، فهذا الحارس نزع عليه وقتله شر قتله، وقتل أبناءه، ولم يبق من عائلته أحدا إلا حفيده الصغير فقط. فذهبت آمال هذا الرجل في أن يحكم هو وأبناؤه وأحفاده إيران، ذهبت كلها أدراج الرياح، وانتقل الملك إلى بعض بني عمومته ممن كان على خصومة معه. ثم بعد ذلك لم يلبث أن جاء القاجاريون واستولوا على الحكم كلية. هذه القصة ينبغي أن تكون لنا عبرة حتى نعرف أن طريق التنازلات لا يفضي إلى شيء، طريق التنازلات لا يوصلنا إلى شيء. ما قيمة أن يعترفوا بمذهبنا ويسمونه المذهب الجعفري مقابل أن نتنازل عن رسالتنا الرافضية العظيمة التي توارثناها عن أكابرنا، عن أئمتنا صلوات الله عليهم، الذين ربونا على النيل من الظالمين وأئمة الكفر والنفاق والضلالة حتى لا ينخدع بهم الناس؟ نحن أساسا لا ينبغي أن نعتد باعترافهم، اعترافهم وعدمه سواء عندنا. وعندما أقول عندنا فإني أعني الذين لا يعانون من عقدة النقص أمام المخالف، الذين يستشعرون السيادة الشيعية وأن الآخرين هم الأدون، هم الذين يحتاجون إلى اعتراف منا، لا العكس، نحن سادتهم وهم دوننا، كما نطقت روايات أهل البيت صلوات الله عليهم التي نقلنا بعضها، نقلناها لكم فيما تقدم من المحاضرات. هؤلاء الذين يمتلكون الثقة بالنفس هم الأجدر بتمثيل الواجهة الشيعية، وترى هؤلاء لا يهتمون بأن يعترف بهم العدو أو المخالف. أصلا العدو والمخالف ليس له قيمة عندهم. نحن الذين اعترف بنا الله تعالى واعترف بنا رسوله صلى الله عليه وآله واعترف بنا حججه صلوات الله عليهم، نحن لسنا مهزوزين
لسنا فاقدين للشرعية حتى نتسولها ونستعطيها من المخالفين والمنحرفين عن طريق أهل البيت عليهم السلام. أساسا نحن لا نقبل هذا الاصطلاح المذهب الجعفري، هذا الاصطلاح لا نقبله على ما فصلناه في بعض دروسنا الحوزوية ومحاضراتنا السابقة. هذا الاصطلاح نراه مما لا أصل له. نحن لا نقبل أن نسمى مذهبا خامسا، لأن أساسا عندنا مذاهب في التشيع العظيم، كل مرجع له مذهب يذهب إليه في اجتهاداته، فكيف نساوى نحن بمذاهبهم الأربعة هذه؟ ومن قال أصلا أننا نعترف بهذه المذاهب الأربعة، أو نعترف أنها على حق، أو نقر أنها على حق حتى يدرجوننا فيها أو يلحقوننا بها كمذهب خامس؟ ما هذا الذل؟ لماذا أنتم هكذا؟ ترقوا عن هذه الوضاعة واعرفوا قدر أنفسكم. أنتم شيعة آل محمد، أنتم مجد الإسلام، أنتم عز الإسلام، أنتم سادة المسلمين، لستم ناقصين حتى يكملكم الآخرون، لستم تستجدون من أحد حقوقكم، لا تطلبوا من غيركم أن يعطيكم فرصة الإمامة والخطابة في المسجد الحرام، بل أنتم من تعيدون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف إلى ولايتكم، إلى أوقافكم، فتكون الإمامة والخطابة لكم على رغم أنف أهل الخلاف ومن لا يرضى. نحن شرعيتنا نستمدها من أئمتنا الذين هم الأئمة الشرعيون، وهم يستمدونها بدورهم من خاتم النبيين وصاحب الشرعية الإلهية على الأرض، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. نحن ورثة هذه الشرعية، هذه الشرعية بيدنا نحن. نحن لسنا صغارا، ما دمنا قد نقلنا لكم هذه القصة لتكون عبرة إن شاء الله، دعونا أيضا ننقل لكم قصة أخرى لها ارتباط بموضوع كلامنا. من الضروري أن تقفوا على العبر في هذه القصة أيضا. ما هي القصة؟ القصة هذه ذكرها أحد أكابر علمائنا المجتهدين، آية الله الميرزا أبو الفضل الطهراني رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل الجليل الذي كان من خيرة تلامذة المجدد الشيرازي الكبير رضوان الله تعالى عليه، صاحب ثورة التبغ في إيران ضد الاستعمار البريطاني. الميرزا أبو الفضل الطهراني يقول فيه المحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان رحمة الله عليه، يقول هو خاتم رقيمة الأدب، هو خاتم رقيمة الأدب والفضل، الحاج ميرزا أبو الفضل صاحب كتاب شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور. والميرزا أبو الفضل عالم فاضل فقيه أصولي متكلم، إلى آخر ما قاله في مدحه والثناء عليه رحمة الله عليه.
الميرزا أبو الفضل لديه كتاب مشهور يشرح فيه زيارة عاشوراء القدسية، اسم هذا الكتاب شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور. هناك حين يشرح ويعلق على قوله عليه السلام: اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابع، اللهم لعن يزيد خامسا، لما يعلق على هذا المقطع من زيارة عاشوراء القدسية يؤكد على أن المراد بهؤلاء الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ويستدل على جواز لعنهم والنيل منهم. وبالمناسبة يذكر قصة أحد خونة التشيع من المعممين الذين كانوا في ذلك الزمان. هذا الخائن كتب من أجل إرضاء أهل الخلاف، كتب رسالة في حرمة سب أبي بكر وعمر، ويذكر الميرزا الطهراني في كتابه كيف تصدى له المجدد الشيرازي الكبير وأفتى بوجوب الحد عليه. يقول الميرزا الطهراني رحمة الله عليه، يقول: ومما كتبناه يظهر كفر هؤلاء الأربعة وجواز لعنهم وظلمهم كالشمس في رابعة النهار، بينة واضحة، أي بينة واضحة على جواز لعنهم، لأن الله تعالى قد لعن الظالمين في كتابه. من هذه الجهة كان الإمام الصادق عليه السلام ملزما نفسه بعد كل فريضة أن يلعنهم، إلى أن يقول: والآيات المؤولة بلعنهم والمصرحة به كثيرة، وهو من ضروريات مذهب الشيعة ومن المطاعن الموجهة إليهم من عدوهم، ولم ينكر ذلك أحد ممن انتمى إلى هذا المذهب سوى واحد جاهل ضال مضل في أيامنا، ظهر في كشمير وكتب رسالة في منع سب الشيخين، وضم صوته إلى صوت السنة ورقص على حبالهم، وخدع بأساطير طائفة من العوام أخفاء الهام سفهاء الأحلام وترهاتهم، وخدع جماعة بطاماته وجريراته من الجهال، وأقام فتنة بحيله وألاعيبه وأساليبه ونفاقه وتملقه، وأنشأ سقيفة جديدة. والعجيب في الأمر أن الرجل مع كونه من أوائل الطلاب من طلاب الحوزة قليل المعرفة خال من العلم، وهو من رؤوس الفساق ومشايخ أهل الكبائر، يدعي الاجتهاد ويتصدى للإفتاء، بل أحيانا يدعي لنفسه الأعلمية ويطنطن بها تحت الستار، وتظهر من تحت رماده فتاوى غريبة تدل على الجهل، وكان ينكر نسب الطائفة الجليلة الرضوية وهم وجوه أكابر أشراف قم وطهران وهمدان وخراسان وهمدان وخراسان وسيادتها وغيرهم من أمثالهم.
وصرح بتضليله وتفسيقه علماء المشهدين، والجناب المستطاب حجة الإسلام سيدنا الأستاذ دام ظله، أي المجدد الشيرازي الكبير. والجناب المستطاب حجة الإسلام سيدنا الأستاذ دام ظله مرارا وتكرارا، أي صرح أيضا بتضليله وتفسيقه مرارا وتكرارا، وكتبوا في ذلك المقالات وحرروا الرسائل والكتب، فلم يقلع عن غوايته ولم يرتدع عن ضلالته. ومن عجائب شيطنة هذا المدلس أن الكتب التي ترد على أهالي تلك الأصقاع من علماء الإسلام ووجوه الأعلام يحرفها أمام عوام الشيعة أو يمزق جملة منها أو يؤولها بوجوه ظاهرة الفساد وينفي بعضها ليلبس بذلك على العامة من الشيعة، فيصطاد قوما من الجهال الضعفاء في شباكه لعله يبلغ شهواته الباطلة، والله يحول دون آماله ويجازيه بسوء أعماله. ومن جملة هذه المرقومات نصوص صاحب الحضرة المستطاب الأجل سيد المسلمين السيد الأستاذ أديمت معاليه وبوركت أيامه ولياليه، أي المجدد الشيرازي الكبير. لحقه من ذلك مسائل وردت قبل مدة تتعلق بأمور عدة من فروع فقهية ومطالب شرعية، من جملتها ورد سؤال عن أولاد السيد محمد الأعرج بن موسى المبرقع، وكذلك عن أحوال هذا السيد الغاوي الدعي، هذا الذي كتب الرسالة في حرمة سب الشيخين وتصدى للإفتاء والمرجعية، كان سيدا لكنه سيد دعي مشكوك في نسبه. قال: وكذلك عن أحوال هذا السيد الغاوي الدعي المشكوك بنسبه بالتفصيل الذي اشتهر في إقليم كشمير كله وبلغ حد التواتر، فأوكل السيد الأستاذ الجواب عليها إلي أنا ذو البضاعة المزجات، فأجبت عليها جوابا يناسب مبانيه. وكتب في حق هذا السيد الدعي بإملاء الأستاذ دام ظله: إن هذا ذو حماقة ولا ينبغي أن يصغى أحد إلى هذه الخرافات والأباطيل، بل مثل هذه الكلمات توجب عليه الحد. وختمه بخاتمه الشريف. ما هو المستفاد من هذه القصة ومن هذا الكلام الذي ذكره الميرزا الطهراني رضوان الله تعالى عليه؟ المستفاد أمور. أولا، إن كفر أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وجواز لعنهم هو من ضروريات مذهب الشيعة، وعدو الشيعة يعرف ذلك جيدا، ولذا هو يتخذه مطعنا عليهم. يقول: والآيات المؤولة بلعنهم والمصرحة به كثيرة، وهو من ضروريات مذهب الشيعة ومن المطاعن الموجهة إليهم من عدوه. زين. ثانيا، من الأمور التي نستفيدها أن أحدا من علماء مذهب الشيعة لم ينكر تكفير هؤلاء الأربعة وجواز لعنهم سوى شخص واحد في تلك الأيام، وهو سيد مشكوك في نسبه، ظهر في كشمير الهندية ينتحل المرجعية، كتب رسالة في حرمة سب أبي بكر وعمر تقربا إلى أهل الخلاف ورقصا على حبالهم، وأنشأ سقيفة جديدة.
شخص واحد كان في ذلك الزمان قد أنكر كفر أبي بكر وعمر وحرم سبهما، وهو منتحل للمرجعية. لو أن الميرزا أبو الفضل الطهراني بعث من قبره اليوم ورأى كم رجلا منتحلا للمرجعية يقول بمثل مقالة ذلك الرجل ويفتي بحرمة النيل من رموز إخواننا كما يزعمون، لو بعث الميرزا الطهراني قدس الله نفسه من قبره ورأى هذا الواقع للطم على رأسه ولقال كان شيطانا واحدا في زماننا، فمتى أنجب كل هؤلاء الشياطين هذول الموجودين؟ من الأمور التي نستفيدها أيضا من هذا الذي ذكره الميرزا الطهراني، الأمر الثالث أن العلماء في المشهدين تصدوا لهذا البتري الخائن وأفتوا بتضليله وتفسيقه، وعلى رأسهم المرجع الديني الأعلى في زمانه آية الله العظمى المجدد الشيرازي الكبير رضوان الله تعالى عليه، حكم عليه على ذلك الدعي الخائن، حكم عليه بوجوب الحد. وهذا يعطينا صورة أنه كيف كان علماؤنا حريصين على سلامة هذا المذهب الشريف من أن يتلاعب بمبادئه وثوابته. وفي مقدمة تلك المبادئ والثوابت البراءة من أعداء الله تعالى، تلك البراءة التي من مصادقها لعن هؤلاء الأعداء والنيل منهم وكشف مثالبهم ومخازيهم. من كان يأتي ويتلاعب بهذا المبدأ ويحاول إماتته أو هدمه أو تعطيله ما كان علماؤنا الأكابر يسكتون عنه. بل أفتى مثل المجدد الشيرازي الكبير وهو من هو بوجوب الحد على أمثال هؤلاء. ولو أن المجدد الشيرازي الكبير بعث من قبره اليوم ورأى كل هؤلاء المنحرفين من المعممين البتريين لما بعد منه أن يحكم عليهم جميعا بالحد أيضا. قاتلهم الله، لقد عاثوا في عقيدتنا ومبادئنا فسادا لم يسبق له نظير من هذه الجهة، كل هذا لإرضاء الآخرين. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أيها الإخوة هو سبب محاربتنا لهؤلاء. نحن نمضي على منهاج العلماء الأبرار، على منهاج المجدد الكبير والميرزا الطهراني وغيرهم من أفذاذ العلماء الذين حرصوا على أن لا يتميع التشيع ويسقط منه ركن البراءة، الذين ينقمون علينا شدتنا على المنحرفين ممن اعتمروا العمائم. عليهم أن يراجعوا تاريخ علمائنا ليروا أننا لم نفعل شيئا بالقياس إلى ما فعلوه. هل رأيتمونا حكمنا بالحد على أحد؟ إنما هي الشدة في الكلام، والله يغفر لنا هذا التقصير عن المواجهة باليد، وليس الأمر بيدنا على أي حال. عندي كلام كثير في هذه النقطة لكني أحبسه في نفسي. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
بالله بمحمد العلي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة بالأطهار.